أخيتي الفاضلة، ها هو أحد منسوبي مكتب الجاليات وهو مدير المكتب، يقول قصة عجيبة في أيام أزمة الخليج. يقول كان هناك مقر لوزارة الدفاع لأحد الدول التي تسمى بالعظمى. يقول فدخل رجل من باكستان يريد مقابلة هذا الوزير، وانتظر في غرفة الانتظار، ومرت الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، إذ بامرأة تمر تغدو يمينا ويسارا، تصول وتجول، مرت في المكتب ومرت تبحث وتأخذ أوراقها. قالت لهذا الرجل من باكستان: ماذا تفعل هنا؟ قال: أنا أنتظر مقابلة الوزير. قالت: لك 3 ساعات أنا أشوفك، ما دخلت؟ قال: ما أذن لي. دخلت على الوزير فقالت: هناك رجل يريد مقابلتك. كأنه لم يحب مقابلته، وقال: دون كير وفهم هيزا مسلم، لا يهمك هذا مسلم. المهم، قالت: أنت لست في متجرك ولست في مؤسستك، قد يكون عند هذا معلومات تنفعنا. أذن له بالدخول، دخل. لما خرج جاء عند تلك المرأة، وكانت هي الثالثة في وزارة الدفاع، وأعطاها كنوع من الامتنان كرت خاص به، قال: أنا ساكن وعائلتي هنا. مضى ذاك الرجل. يقول: ما ظننت أنها تتصل. المهم، يقول: اتصلت بعد فترة، قالت: أنا اليوم ليس عندي خطة بعد الساعة 9. قال: فأتيت أنا وزوجتي ودعوناها إلى هذه الوليمة، كنا نحتسي الشاي والأولاد يلعبون. لما جاء وقت العشاء ووضع الطعام، جلسنا على الطاولة، فجاء أولادي وهي تنظر إليهم، فقالوا: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. قال: تعجبت لكنها لم تقل شيئا، سكتت. وأكلنا، فلما انتهى الأولاد قالوا: الحمد لله الذي طعمنا هذا ورزقناه، بلا حول منا ولا قوة. ثم مضوا. قالت: إيش يقولون هؤلاء؟ قال: إن لنا ربا أعطانا هذه النعم، هو الذي حرك أيادينا، هو الذي هيأ لنا هذا الطعام وغيرنا جائع، هو الذي هيأ لنا هذا المسكن وغيرنا ليس له مأوى، يستظل السماء ويفترش الأرض، فمن حقه علينا أن نبدأ باسمه وننتهي بحمده حتى يزيدنا من فضله. قالت: بس هذا أنا سمعت عن الإسلام أن ما في زي الأدب هذا، في أي مدرسة درسوا؟ قال: لا، ليس في مدرسة، هذه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ديننا. قالت: لكن أنا سمعت عن الإسلام أنه عشوائي وأنه تخبط وأنه وأنه. قال: ليس كل من قال صدق. يقول: فأعطيتها مطويات عن الإسلام، ماذا تعرف عن الإسلام، وذهبت. يقول: اتصلت بعد فترة، قالت: أنا قرأت هذه المطويات التي أعطتنيها، لكنها تعريفية، يعني ما فيها شيء متعمق، أنا أريد شيء يتكلم عن الإسلام بتعمق. فقلت: والله ما عندي، لكن أعطيني مهلة. فذهبت إلى أحد المكتبات واشتريت نسخة من المصحف المترجم، واشتريت بعض كتب الحديث وبعض الكتب التعريفية عن الإسلام بتعمق وآدابه وأخلاقه، فأعطيتها إياها. قال: فغابت 2 أسبوع، ثم اتصلت، قالت: الكتب التي أعطيتني إياها مشكورا قد قرأتها، والآن أنا اتخذت قرار أن أسلم، فكيف أفعل الآن؟ هل آتي عندك؟ قال: لا، أنا والله ما عندي الإسلام، أنا عندي أعرفك بالإسلام، لكن دعيني أنظر إلى أحد المكاتب التي تعلن فيها إسلامك. يقول: فقلت: أمهليني وسوف أعطيك اتصال بعد قليل. يقول: فاتصلت، وإذا بي أتصل على مكتب الجاليات القريب من المستشفى. قال: فرد علي المدير، فقلت له: عندي امرأة أمريكية تريد أن تسلم. قال: أحضرها. يقول: دخلت عليه شقراء صفراء. قال: فجلست، قالت: السلام عليكم ورحمة الله، مكسرة لا تكاد تفهم منها. قال: عليكم السلام. قالت: أريد أن أسألك بعض الأسئلة. قال: تفضلي. قالت لي: أريدك أن تخبرني عن الإسلام. قال: قلت: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تصلين 5 صلوات في اليوم، وتزكي، وتصومي، وتحجي. قالت: بس؟ قال: بس. قالت: لا، أنا قرأت أكثر من كذا. قال: الآن اعملي هذا. هو يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك تدرج. قالت: لا، أنا قرأت أكثر من كذا. قال: لا، اعملي هذا وبس. قالت: هل ستخبرني أم أخرج؟ أنا قرأت أن هناك حجاب.
قال طيب أنت الآن ابدأي بهذا. قالت لا، أنا ما أتيتك من هناك حتى تقول لي بعض الأمور وتخبي عني بعض، لابد أن تقول لي كل شيء وإلا خرجت، ولي موعد معك بين يدي ربي جل جلاله. إن جاء يوم القيامة أقول لربي يا ربي إني أتيت عند هذا وأنت أعطيته علم وما أراد أنه يجيبني. قال والله مدام هذه وجهة نظرك ومدام تشكيني عند الله جل وعلا، لا سأقول لك كل شيء، عندك حجاب من رأسك إلى أقدامك. ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج طرف من قدم أم سلمة. قال إذن ينكشف أقدامهن يا رسول الله؟ قال إذن يرخينه ذراعا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، عندنا حجاب من رأسك إلى رجلك. قال طيب أنا عملي الآن كله رجال واختلاط، إذا أسلمت يجوز لي؟ قال لها أنت قلت لي لابد أن تخبرني بكل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يجوز الاختلاط. قالت إذن أستقيل؟ يقول والله كأنها ضربتني بسلاح في وجهي. أستقيل؟ خشيت أن تقول إذن والله مدام المسألة فيها استقالة وخسران ما لا ما نبغى هالدين. قلت لها أنت الآن طبق اللي قلت لك بعدين أتفهم. قالت إذن أستقيل؟ أستقيل. قالت همستها همسة ثم قالت أسألك سؤال أخير، هل يجوز لي إن أسلمت أن يكون زوجي كافر؟ قال قلت لها أنت التي طلبت مني الإجابات، الآن لا يجوز للمسلمة أن يكون عليها ولي كافر. قالت إذن أرسل له رسالة وأعطيه مهلة أسبوعين يفكر فيها، إما أن يتبعني في الإسلام أو يطلقني. قال لا لا تفعلي كذا، يعني خليك معه 6 شهور سنة على الله أن يهديه على يديك، لا تكونين بهذه العجالة. يقول أكلمها وأنا مستغرب متعجب، كأنها يعني بيدها ريال وأعطتها 1,000,000 ورمت هذا الريال. قالت إذن أرسل له رسالة. قلت اجلسي معه علّه أن يهديه الله على يديك. قالت لا، سوف أكتب له رسالة، زوجي الغالي أنا وجدت الحقيقة في هذا الدين دين الإسلام وسلكت هذا الطريق وأنا أحبك، فإن أردت أن تمشي معي في هذا الطريق حتى نصل إلى الجنة، وإلا أعتذر منك فلن أسمح لأحد أن يقف في طريقي إلى رضاء ربي جل جلاله. ثم كتبت له مع خالص تقديري وأرسلت الفاكس، ثم بدأت تسألني أسئلة فرعية، يقول والله إني أجيبها وأنا كالمجنون، ما هو إلا وقت قصير. ثم إذا بصوت الفاكس يرجع، والله رفعت الفاكس فإذا ما فيه إلا سطر واحد فقط مكتوب فيه I bear witness there is no God but Allah، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله. قال فأخذت تلك الورقة تقبلها تارة وتبكي وتضمها إلى صدرها، والله تذكرت قول الله جل جلاله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال فخرجت ثم مكثت غير بعيد وأنا كالمجنون، ثم عادت لي يوم من الأيام والله لم أعرفها. قالت لي قد استقلت وكان لي من حقوق 360,000 دولار، أتيت بها بين يديك لأعطيك إياها تنفقها في سبيل الله جل جلاله علّه أن يرضى عني. يقول كيف 360,000 دولار تضحين بها وأنت فقدت عملك الآن؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه خذيها معك أنت، أنت أحق بها، وابني لك بيت واعملي واعملي، وأنت شئتي أن تتصدقين منها بما شئتي فتصدقي هناك واستخدميها في الدعوة إلى الله في بلادك. قالت أنت لا تعرف ما هي جريمتي، أنا لا أنام من آية في كتاب ربي جل جلاله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تقول أنا كنت أجرم جريمة، أنا أقول كلمة لو أذن الله للوجود أن يعبر لانشقت الأرض وخرت الجبال وتقطعت السماء، خذ هذه الأموال فانفقها في سبيل الله علّه أن يرضى عني ويسامحني. يقول سبحان الله: فأقنعتها أن تأخذ الأموال وأن تنفقها هي على الدعوة في سبيل الله في ديارها. قال: فقالت لي: أطلبك طلب لعلي لا ألقاك بعده أبدا، أن تجعل لي كلمة ألتقي بها مع بعض المسلمات اللاتي يجدن اللغة الإنجليزية. نسقت مع منسوبي المستشفى، أذنوا، ثم أعلنت الإعلانات، إذا بها محاضرة للمحاضرة الأمريكية فلانة باسمها القديم. فاجتمع النسوة في تلك القاعة، وكان من بين من اجتمع في تلك القاعة زوجات منسوبي مكتب الدعوة اللاتي يجدن اللغة الإنجليزية. تقول: حضرنا، فدخلت بنات والله يتبرأ هذا الدين من أشكالهن ومن تصرفاتهن. دخلت ودخلنا بعض الفتيات، لما سمعوا محاضرة للمحاضرة الأمريكية يريدون يعني أن ترى كيف أنهن تحضرنا، بل والله تراجعنا وتقهقرنا، أي حضارة في الدعارة. قالت: فدخلنا أولئك الفتيات وجلسنا في مقدمة الكراسي الأمامية، واللي لابسة تنورة مفتوحة واللي لابسة تنورة لف، وجلست حطت رجل على رجل وخرج ركبتها وفخذها وساقها، والثانية اللي حاطة لون شعرها زي لون بلوزة، والثالثة حواجبها كأنها خط، والثالثة والرابعة والخامسة، ويتبادلن الضحكات من كل مكان. تقول زوجته: والله أردت وهممت أن أخرج، لكني أردت أن أصبر حتى أرى. تقول: وما هي إلا لحظات حتى سكتت الأصوات وهدأت الأنفاس، فنظرت فإذا بها امرأة والله لم يخرج منها ولم يظهر منها ظفر، بعباءتها الواسعة على رأسها وقفازاتها وشراباتها. فالتفتت يمينا ويسارا، لما تأكدت أن القاعة ليس بها رجال كشفت عن وجهها، وإذا بذاك الوجه الأصفر والشعر الأشقر، ثم وضعت كتبها وملفاتها معها. قالت: فإذا بي تنظر نظرة قاسية محرقة لأولئك الفتيات التي في الأمام، ثم بدأت اللي تعدل جلستها وتزين التنورة وتسكرها، والثانية تسكر أزرار اللي في صدرها، والثانية تغطي شعرها. ما أحقر هذا الموقف عند ربي جل جلاله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. خافوا من هذه المرأة التي لم تحرك لهم كلاهم، ولم تحرك لهم أقدامهم، ولم تجري في صدورهن أنفاسهن، لكن وأسفا. المهم، تقول أخذت القرآن المترجم بيمينها وكتابا آخر بشمالها، وقالت: الحمد لله، مكسرة، الحمد لله. ثم انطلقت كالصواعق من السماء باللغة الإنجليزية بكلمات والله كأنها سهام لا تستقر إلا في القلوب. قالت: الحمد لله أني أخذت الدين من مصادره الرئيسية. ثم رفعت القرآن: الحمد لله أني أخذته من كتاب ربي ومن سنة محمد نبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله أني ما أخذت من هذه الأشكال. وأشارت إلى الذين في الأمام، وإذا بهن والله كأني أحس بهن وددن لو أن الأرض تنشق وتبتلعهن. قالت: أنا في حياتي ما رأيت وردة خلقها ربها فأبدعها وزينها ورعاها تتمنى أن تكون شوكة مؤذية إلا أنتن. أنا في حياتي ما رأيت منبعا عذبا ثم تمنى أن يكون وحلا قذرا إلا أنتن. قد وعدكن ربي جنة عرضها الأرض والسماوات، وتريدون أن تكونون في الحضيض بين الزبائل والنفايات. ثم قالت في النهاية: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
ثم أخذت تلف أوراقها وتلملم أوراقها والدمعات على خدها. كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من لا تعرف الله إلا قبل أيام وأسابيع حتى تعلم من تربين على لا إله إلا الله، فوالله سوف يعلمنا معنى لا إله إلا الله إذا دكت الأرض دكا دكا ونسفت الجبال نسفا. وبعده حشر ونشر وحساب، وسوف يخسر من أتى بالسيئات، وسوف يسأل ربنا عن الخطى وسائل عن العيون المبصرات. وسائل عن اللسان والجنان، وسائل عن كل لحظة بالحياة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة